السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشرح لكم طريقة الشراء من متجر جهاز نينتندو سويتش. خلونا نبدأ. في البداية لازم ندخل لموقع نينتندو وندخل على حسابنا. بعد ما ندخل الإيميل وكلمة المرور راح تفتح لنا صفحة الحساب أو يوزر إنفو. نضغط على زر إديت ونغير البلد من المملكة العربية السعودية إلى أمريكا أو يونايتد ستيتس، ونضغط على سيف تشينجز. في الصفحة اللي بعدها راح يقول لنا النقاط اللي في حسابنا راح تروح مع تغيير البلد. نضغط على اي اجري، وبكذا نكون خلص الخطوة الاولى. وهذه الخطوة كانت مهمة جدا لان ما في متجر سعودي لنتندو سويتش، فقط متجر الامريكي هو اللي تشتري منه العاب حاليا. والان نروح الى جهاز نتندو سويتش ونختار ايقونة المتجر من الاسفل ونختار حسابنا. راح يطلب تسجيل الدخول مرة ثانية. بعدها تطلع صفحة اقتراح بان يطلب منك كلمة المرور في كل مرة تدخل المتجر، وإذا ما حبيت تحط كلمة مرور تقدر تختار المربع عشان ما يطلع مرة ثانية اللي هو سكيب. والآن راح يطلب كلمة السر لتأكيد الطلب، وبكذا راح يفتح عندنا المتجر. أول خيار سيرش هو البحث. بكل بساطة تقدر تبحث عن أي لعبة تبيها من هذا الخيار. الخيار الثاني ريسنت ريليس، هنا تظهر أحدث الألعاب الموجودة في المتجر. والخيار اللي بعده فيتشرد، هنا بيستعرض لك أبرز الألعاب في الفترة الحالية. والخيار اللي بعده Great Deals، راح يعطيك أفضل الخصومات الموجودة حاليا في المتجر. والخيار اللي بعده Best Sellers، هنا بيكون قائمة أفضل الألعاب مبيعا في الفترة الحالية في المتجر. وخيار Coming Soon، بتكون هذه الألعاب اللي راح تصدر قريب. والخيار قبل الأخير Nintendo Switch Online، من هنا نقدر نشترك في خدمة Nintendo Switch Online وفي شبكة Nintendo واللي تسمح لنا أن نلعب ألعاب جماعية Online. وأخيرا Enter Code، هنا نكتب الأرقام الموجودة في بطاقات مسبقة الدفع الخاصة بنتندو. والآن لو حبينا نشتري لعبة بكل سهولة نضغط على اللعبة المطلوبة ونضغط على Proceed to Purchase. راح يعطينا خيارات للدفع، الأولى بالكريدت كارد أو بطاقة الدفع ويقبل البطاقات السعودية، أو باستخدام بطاقة مسبقة الدفع الخاصة بنتندو، أو باستخدام خاصية البيبال. باختيار طريقة الدفع بيعطينا ثلاث خيارات للمبلغ، الأولى Required Amount يعني راح تدفع مبلغ اللعبة بس، أو إذا حاب تضيف مبلغ لمحفظتك الخاصة بالحساب مثل 50 دولار أو 100 دولار، وبعد كذا تختار أنك تشتري اللعبة. يعطيك العافية، متابعة ومع السلامة.